السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعد اوقاتكم يا رب. راح نتكلم عن هذا العمل، عمل ثلاث الابعاد، صورة شخصية كرتونية. طبعا هي مرسومة على جزئين، جزء على الجدار وجزء على الارض، نايم على الارض. الى على الجدار مقاسه متر ونص الارتفاع، الى على الارض مساحته مترين ونص، يعني اجمالي من اعلى لاسفل كامل 4 متر، في من اليمين للشمال مترين ونص، مترين ونص في 4 متر، هذا المقاس. طبعا الوجه محسوب على المنطقة، على رسمة الجدار، بتكون رسمة طبيعية عادية جدا، ولكن من أسفل الرقبة لتحت هاي بتكون رسمة اللي فيها ثلاث الأبعاد واللي فيها الصعوبة. مقاسها مترين ونص اللي حكينا عنه، شوفوا كيف جاي، شوفوا الحجم، هذا اللي انتم بتشوفوه حجمه صغير، طلعوا كم حجمه، حجم مبالغ جدا فيه. فحتى لو رسمت عن طريق المربعات بدك انت تكون عندك العقل والعين واليد مبرمجين انه هذا النوع من الرسم. طبعا اللي برسم رسم عادي مستحيل يقبل انه هاي العين او العقل مستحيل يقبل انه هذا هو الايد هيك بتكون شكلها، او الصحن هيك بيكون شكله. فاحنا لا نحسب من نفس المكان اللي بنصور فيه، لا، نرجع على نقطة التصوير ونشوفها صح ولا غلط، لأنه احتمال التعديل. شوفوا الإيد كيف راح تصير، شوفوا كيف الإيد والجسم اختلف كامل. فإحنا لما نعدل احتمال التعديل وارد، نعدل نرجع للنقطة ونشوف هذا المكان صغير نكبر، هذا المكان بده تعديل، هذا فلازم نرجع، يعني مش إنه بنفس المكان اللي بنرسم فيه إنه هذا هو مثلا عيننا قبلت فيه، لا بدنا نرجع ونتخذ قرارنا من نقطة التصوير، نشوف بنكبر بنصغر بنعدل ونحفظ نقطة التصوير نحفظها. فبيعتمد هذا كله على الممارسة، على الممارسة وعلى العمل وعلى التدريب. يعني هذا النوع من الرسم بنقدر نقول أصعب من الرسم اللي كنا ناخذه قبل. احنا قبل كنا ناخذ عن رسم المكعب ورسم الأسماء ورسم الدرج ورسم الأسامي، يعني هذه من نقطة التلاشي هذه سهلة، هذه من الرسمات الصعبة. هذا الرسم بالذات أسهل الصعب، يعني هذه أسهل من الرسمات الصعبة، يعني هذا يعني نقول أصعب من رسم نقطة التلاشي كنا نرسمها، ولكن هذه أسهل الصعب. تمام، طيب حكينا عن المقاس، حكينا عن الطريقة وكيف ندرب العقل وندرب الإيد وندرب العين. خلينا نشوف الألوان المستخدمة والمادة اللي اشتغلنا عليها. هذه المادة اسمها مادة البانر، هاي مادة البانر موجودة عند محلات الإعلانات بيستخدموها للإعلانات، في منها مقاسات مختلفة، يعني عندك من المترين، 3 متر، 5 متر عفوا، في مقاسات كثير يعني ب50 متر. هذه المادة طبعا احنا بنشتغل ألوان مائية، الأكريليك اللي بنحلها بالماء. فهذه المادة ما بمشي عليها الألوان المائية، ليش؟ لأنها بلاستيكية، يعني ما بتتشرب، فإحنا لازم نعالجها بالأساس، نعملها برايمر. البرايمر موجود في محلات مواد البناء، هذا برايمر، عارف البرايمر، هذه النوعية موجودة في محلات مواد البناء، هذا برايمر بنستخدمه أساس. في البرايمر في برايمر أساس للحديد، في أساس للخشب، وفي أساس للجدران. هذا أساس للجدران اللي هو اسمه برايمر، ومنأسس فيه المادة هذه اللي هي البنر الجلدية، وبنشتغل على المادة الخشنة، هاي المادة نشتغل عليها خشنة بتساعدك وحلو ملمسها بصير. طبعا بعد ما تحط تأسسها مرة ومرتين وممكن ثلاثة لما تصير طبقة كاملة، بعدين بتصير بهذه اللحظة ممكن تستخدم عليها ألوان الأكريليك. هذه ألوان الأكريليك، هذه هيها، في منها طبعا أحجام ومقاسات، وهي سعرها تقريبا 48 درهم. في منها تيوبات نفس النوعية، طبعا كثير، يعني أنا دائما هي الألوان اللي هي الأزرق والأصفر والأحمر، هي الألوان الأساسية اللي احنا طبعا كثير الناس أكيد كثير بتعرف، احنا بنخاطب الناس المبتدئين نستخرج منها الألوان الثانوية، ولكن هي هاي الألوان الأساسية. وفي معنى الأسود وفي معنى الأبيض، طبعا الأبيض هذا ما بسدنا
يعني لو نجيب منه 10 علب ما بسد، فبنحتاج نوعية ثانية من الألوان على أساس نستخدم منها كمية كبيرة، اللي هو هذا النوع الأبيض سلك. في منه طبعا أكثر من هيك، لأنه هذا منفتح فيه الألوان، نستخدمه أكثر لون من الألوان. ليش بنستخدم الأكريليك؟ الأكريليك لأنه لون مط ومطفي، ما فيش فيه لمعة، وإحنا اللمعة، أنا طبعا بحكي لكم عن تجارب، أنا مش متعلم الرسم، أنا تجارب. جربت الزيتي مرة، أول شيء المشاكل اللي حصلت إنه بطول لما ينشف، وإنك أنت تشتغل طبعا مساحة كبيرة، مستحيل تشتغل برا، يعني تشتغل خارج المنزل، خارج المكان تشتغل، فمتعرض للغبار، بتمسك على الغبار، فبأخذ فترة طويلة، بيعطي لمعة، فما بضبط يعني الزيتي للأسباب اللي ذكرتها. فهذه الأكريليك، ألوان الأكريليك هاي بسرعة بتنشف، سريعة النشفان، يعني خلال ربع ساعة بتنشف، وبتقدر تعطي طبقة ثانية، لأنه إحنا نشتغل على طبقات، أول طبقة وبدك تعطيها كمان طبقة عشان تعطيك اللون يصير أزهى وأجمل، فبحتاج طبقات أكثر. وخاصة لما بدك تعدل، إحنا حكينا التعديل مطلوب، بتحاول تعدل، يعني التعديل سهل، بتمحي المكان مرة ومرتين ثلاثة بسرعة، يعني تحط طبقة بينشف تحط طبقة ثانية، يعني ممكن تمحي المكان اللي غير مرغوب فيه، يعني إنه الأكريليك ممتاز جدا لهذا العمل. هاي نهاية شرحنا عن الألوان وشرحنا عن المادة، وطبعا الواحد بيحتاج مقاسات كبيرة يشتغل عليها، فعشان هيك أنا المادة هذه، طبعا في مادة أفضل من هاي بس مش موجودة حاليا في المكان اللي أنا فيه، لازم أروح مكان ثاني، موجودة في دبي، مكان يعني النوعية بتكون أطرى من هذه النوعية وأسمك. هذه مثلا لو بعد ما تخلص بدك تلفها بتكون خفيفة، ممكن يكسر الألوان، هذيك بتكون أسمك من هذه، ولفها بكون يعني ما بكسر الألوان، عرفت كيف؟ بس المهم هذه بتسد الحاجة، يعني إنه أنا عندي مثلا فكرة، عندي بدي أنفذها، بنفذها على الطريقة هاي، عرفت كيف؟ ماشي حالها، يعني بتمشي الحال. نرجع مرة ثانية عن رسم العادي ورسم ثلاث الأبعاد. رسم ثلاث الأبعاد طبعا بدك تبرمج نفسك غير عن الرسم العادي. الرسم العادي برمجته غير، وتبرمج نفسك على رسم ثلاث الأبعاد غير، لأنه أبعاده ونسبه بتختلف تماما، مثل ما شرحت لكم عن الإيد. يعني اللي برسم رسم عادي يجي مثلا بتطلع علي وأنا برسم، راح يقول لي غلط الإيد هاي، لا مش مضبوطة. فإحنا ما بنحكم على الرسمة وإحنا قبالها، وندرب نفسنا على هذا النوع من الرسم. يعني بمعنى بدنا نمارس، بدنا نتدرب على أساس نشوف الخطأ والصح، وبدنا نغلط كمان، بدنا نغلط. الغلط هذا بعلمنا، أنا يعني المساحة هاي كانت صغيرة معاي، وبعدين في مجال تعالج وانت بالعمل، مش شرط انه خربت معاك خلاص تقوم، لا عالج، في مجال تعالج، عندك ألوان هاي سريعة النشفان، يعني خلال 10 دقائق بتنشف مثلا، المكان الغلط ادهن فوقيه وارجع مرة ثانية. فيعني ألوان بتناسب، يعني هاي ميزة كمان انك تعالج الأخطاء على طول، يعني مش انه خلص خربت معاي أسيبها، لا يعني راح تاخذ معك وقت، راح تاخذ معك يعني لو في خطأ ممكن تعدله بكل بساطة، تدرب نفسك أكثر راح تستفيد. وهذا الرسم بيختلف عن الرسم اللي أخذناه، احنا حكينا الرسم اللي أخذناه اللي هو من نقطة التلاشي، نرسم مكعب، نرسم سلم، نرسم درج، هذه رسومات سهلة، يعني ممكن أحكي لك عنها، أشرح لك عنها، ارسم النقطة هذه، هذا القياس كذا، تطلع معك. لكن هذا النوع بدك تمارس، بدك تتدرب، بدك تدرب مخك على الجسم، ترجع لنقطة التصوير، تشوف الأخطاء، يعني لما تشوف أنت عينك شافت في خطأ، يعني معناته أنت دربت عينك على الخطأ، مخك يتقبل أنه هذا خطأ، يعني تدرب نفسك، وهذا كله مع التدريب ومع الممارسة. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله بإذن الله راح إن شاء الله أحاول أرسم كمان رسمة، فعشان هيك بدي اشيل هالرسمة الارنوب ونرسم رسمة ثانية ان شاء الله، فحبيت اشرح لكم، واتمنى ان شاء الله تستفيدوا، وتحياتنا لكم. سامحونا انا على فكرة مش من الناس اللي متكلمين، يعني سامحونا على اي زلة او اي خطأ في التعبير، تحياتي لكم، وهذه طبعا بشرح عن تجارب انا عشتها، ممكن تكون صح ممكن تكون غلط، تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.